غنية ونصائح كتهم صحتكم جمالكم وأناقتكم. المزيد في صباحيات اليوم، مرحبا بكم معنا. والمزيد غادي يكون مع السين او الاستاذ نبيل العياش، غيلتحق بنا بعد قليل باش يتكلمنا على التغذيه المناسبه بالنسبه للناس اللي تيديروا الدياليز. دائما بالنسبه للمحور اللي تنتكلموا عليه هذا الاسبوع، القصور او الفشل الكلوي. ليلى حديوي، صباح النور. صباح النور، صباح الخير عليكم مشاهدينا. ايضا اليوم معنا مصممه مميزه وشابه، معنا راديا هرموشي. هدى جنى اللي ما خلصته للديكور، والشيف الهادي غادي يقدم لنا كيف ما وعدنا وصفه اخرى دائما اقتصاديه ولذيذه جدا. ليليا صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش ممكننا تحاربوا الرائحه الكارهه ديال الفم. ليلى شوي، شكون هو ضيفنا اليوم؟ صباح النور سميره، مرحبا بكم مشاهدينا. اليوم ان شاء الله غادي يكون حاضر معنا الملحن والموسيقي المغربي الفنان سفيان نحاس. قبل من ذلك غادي نتكلموا فقره امومه على تعفن المسالك البولية عند الأطفال مع البروفيسور أم ليل. بقاو معنا. بروفيسور صباح الخير. صباح الخير سميرة. دائما هي متعة مفيدة، متعة ومفيدة استقبالك في صباحية دوزام. اليوم غادي نتكلموا على تعفن المسالك البولية كيف ما عشرنا لي من قبل عند الأطفال. بغينا أولا نعرفوا بتعفن المسالك البولية شنو سيعني؟ اولا تعفن المسالك البوليه هو ثالث تعفنات اللي تيكون عند الاطفال. اول تعفن هو في الجهاز التنفسي، ثاني تيكون في الجهاز الهضمي، والثالث في الجهاز البولي. هاد التعفنات ديال المسالك البوليه هي خطيره. علاش؟ لانها كتقدر تؤدي الى القصور الكلوي، وديك الساعه غادي يتكلم السي عياش على التغذيه عند القصور الكلوي. والاطفال ملي توصل للقصور الكلوي هي حاله صعيبه ومأساة الاسره ومأساة لهذاك الطفل. التعفنات في المسالك البوليه علاش هما خطيرين؟ لانه اولا ما تعرفوش عليهم بسرعه. الطفل التشخيص ديالهم صعيب. التشخيص ديالهم صعيب لانه الطفل تيقدر يكون عنده سخانه ويومين ثلاث ايام تمشي ديك السخانه او لا تتبقى. الاباء تيقولوا شي فيروس ولا شي حاجه، ودابا يفوتوا الحال اليوم غدا حتى الحاله تتفاقم وتولي التعفن صعيب. ما كاين حتى شي واحد من الاعراض تتبان عليه زعما من غير السخانه؟ الوغ حنا الا تكلمنا على الرضيع غير السخانه اللي كتبان، ولا تكلمنا على الاطفال الكبار كيكون عندهم اعراض تبوليه، كتحرقهم البوله، كتشوطهم، ولا كيولي البوله فيها الدم او لا فيها التعفنات، هذاك تولي باين. اما المشكله هي عند الرضيع، المشكله عند الرضيع هي اللي صعيبه، ان الرضيع تيكون فيه السخانه حتى واحد ما تعرف علاش عنده السخانه. داكشي علاش هنا تنقول للمشاهدين والاباء والامهات، الى وليدكم عنده السخانه يومين خصوصا قبل 3 سنين 4 سنين، يومين السخانه ما بغاش تحيد خص الطبيب يكشف عليه، اما في المستشفى وفي المراكز الصحيه او عند الطبيب الفلوس اذا كان اقتضى الحال. منين تجي هذه التعفنات عند الاطفال استاذ؟ هنا هذا التعفن عند الاطفال هذا بسبب ديالهم. هذا السؤال عندك وجيه. السبب بسيط، هو من ليكوش. حنا الدري ملي كيدير الافرازات كيدير كاكا، دوك الافرازات كيكونوا في لاكوش، ملي كتصوب لاكوش كتغطي كتخلي كل شيء عليه، يعني اذا كاكا كتبقى. اوغ البنت عند المخرج ديال التبول، المخرج ديال التغوط، يعني بلاصه ديال الطير المال الكبير قراب، دونك الا غير بقات لاكوش على الحجر ديك غرام ديال 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 الخروج ديال الخروج ديال الدري الصغير فيه ملايين الجراثيم. ديك الملايين عندنا واحد الجور تصومح بحال حيوان منوي، كتحرك وكتشم وكتجلبها رائحه البول. كيف كتخرج من بلاصه التغوط كتم غادي كتقلب على بلاصه البول. هذا تعني استاذه بان البنات تيتقاسوا بتعفن المسالك البوليه اكثر من الدراري؟ حنا اوتوماتيك ملي تكون البنيه كتجي حريق البوله ولا كطب من الحجر ديالها وكدير تعفن بولي تنقلبوا واش كاين حنيشات، ولا ما كانوش بان الحجر طايب تنعطوا اوتوماتيكمون تريتمون ديال الحنيشات، لانه كيكون ريسك ان ديك الحنيشات كيخرجوا من بلاصه الخروج وكيطلعوا لبلاصه التبول، كيديو معاهم الميكروب لتما. عند الوليدات الذكور مشكله ديال الختانه، يعني الاطفال الذكور اذا ما كانوش مختنين
هذيك الجليده حتى هي كتجمع هذوك الجراثيم كتبقى لهم، خصوصا بعض الاطفال اللي عندهم كتسموا الفيموزيس يعني محجوبين مزيرين، تيكون اللي دخلت كتبقى مجموعه ما كتغسلش. داكشي علاش حنا كنقولوا للامهات مره على الاقل او جوج في الاسبوع يفسخوا ديك الذكر ديالهم ويغسلوا باش ما يجمعش هذاك الجراثيم في ديك القلم ديالو. واخا دكتوره غادي نحبسوا واحد الدقيقه بين ما خدينا واحد المكالمه هاتفيه معنا سميه من اكادير باغا تسولك. سميه الو السلام عليكم سميه، مرحبا بك. ميرسي بارك الله فيك سميه. عندك سؤال للبروفيسور ام ليل هيا في الاستماع. ايه لالا، لالا عندي بنيته عندها 9 سنين وعندها هذا المشكل ديال التبول لا ارادي. لا ارادي ماشي الحريق ديال البوله، ماشي الحريق ولا تعفن في المسالك. لا ديتها عند الاخصائي ديال المسالك البوليه، درنا لها التحاليل قال لك ما عندها والو. المشكله دابا ملي كندير لها الدواء كتكون مزيانه، اون فوا كنقطع عليها هذاك الدواء كتعاود عاوتاني ترجع. دكتوره اش مظهر لك؟ الوغ هنا صارت واحد الشق اخر ديال الاسباب ديال التعفنات البوليه. التبول اللا ارادي هو حاله طبيعيه عاديه في الحياه ديال الاطفال حتى لواحد 17، ولكن بعض النوع ديال التبول غير ارادي ناتج من مشكله في النبوله. النبوله كتكون صغيره وكتكون فيها بحال الاعصاب، يعني كتكون ديك النبوله كتبغي تعصر ملي تبغي تخرج البول، ولكن الطفل كيحبس كيحصر سو كيف كتخرج واحد القطيعه وكتغسل معها هذيك سورتو بول البنات، تغسل مع هذيك البريصه ديال اللي على المخرج وكترجع ديك القطيعه بالميكروبات وكتعفن. والاطفال في هذه الحاله في هذه السيده هذه تنصحها انها تعاود ترجع عند الطبيب ديال هاد الاطفال وتقول له يمكن عندي مشكله عند بنتها، عنده مشكله في النبوله وكدير لها تعفنات. الا عالجنا ديك النبولات بدات توسع وما تبقاش في هذيك الاعصاب، ديك الساعه النبوله ما غتبقاش تكون سبب في التعفنات. هذه كنسموها لي تروبل فونكسيونيل دو لا فيسي، هادو الاطباء كيعرفوها مزيان. بالاشاره فقط البروفيسور ام ليل عندك تخصص في امراض الكلى عند الاطفال ياك. فاذا نمشيو لوسائل العلاج دكتوره، وتنشكر سميه على الاتصال ديالها من مدينه اكادير، نتمنوا انها مع الطبيب ديالها يمشيو في هذا الاتجاه هذا اللي قالت لنا بروفيسور اميل. دونك نمشيو لوسائل العلاج، واش تعفن المسالك البوليه ممكن نعالجو ومابقاوش يعني نعانيو منه؟ التعفنات في المسالك البوليه الصعيب فيها هو كيف قلتي التشخيص، والتشخيص ديالها حتى من ناحيه ديال كيفاش نشدو ديك البوله، يعني لو روكي ديال لي زورين عند البنات كيكون اسهل من عند الاولاد. والعلاج ديالو ابسط ما يكون هو انتيبيوتيك. سي الوغ اذا كانت ديك التعفن في المسالك البوليه فيها حراره، يعني انه ديك التعفن وصل للكلي تما تيخص تريتمون انجيكتابل. دونك الا كانت السخانه مع هاد التعفنات البوليه يعني انها خاصة الكلي خاصه الكلاوي، هذيك الساعه تيخص ضروري واحد المراقبه وضروري التتبع عند اخصائي. وتتوقع بزاف دكتور هادي؟ كثيره بزاف. نقدروا نقولوا انه يمكن 25% ديال الاطفال كيتصيبهم هذا النوع ديال سرير على 4 في المستشفيات فيهم حاله ديال التعفن المسالك البوليه العليا، يعني ديال الكلاوي. هذه كنسموها بالفرنسية لا بيرونيفريت. عاد كاينه لا سيستيت، يعني لانفلاماسيون والتعفن في المتانه، يعني في النبوله بوحدها. هذيك ما تتكونش معها السخانه، ولكن تقدر تكون معها الدم، يعني تيقولوا ولكن هي تتقاس الكلاوي. هذه تكلم لا ما كتقيش الكلاوي، ولكن يا ريسك يا ريسك حتى هي خصها تعالج. اذا ما تعالجت تقيس حتى هي بكل وقت. واضح ولا بدا. ولو تريتمون ديالها سي لي زانتيبيوتيك مضادات الحيويه فقط. واخا استاذه شنو ممكن تكون النصيحه ديالك لكل الامهات والاباء اللي تيشوفونا اليوم باش ما يوصلوش لهذا الكلاوي يتعفنوا لهم حاجه بسيطه بزاف؟ اولا ملي كنكون الطفل الرضيع تيدير الحفاضات يعني لي كوش، كل ساعه يتبدلوا ديك لي كوش، ما نديروش اقتصاد في لي كوش، انما كنقتصوش في الصحه. خصوصا الى البنيه او الوليد دار الخروج ديالو خصو اي اقصى سرعه يتغسل. ثانيا ما نستعملوش لانجات في الغسيل ديال الحجر، تيخليو واحد الطبقه ديال لداء بحال ديال الصابون كتبقى في سميتو في على الجلد ديال الطفل، وهي حتى هي كتدير التهابات وكتساعد في سميتو كتساعد. ما كاين ما احسن من الماء والصابون ما كاين ما احسن منه. ثالثا غير يكون سخانه عند الطفل
تيخصو يمشي للطبيب، خصوصا الا دوز اكثر من يومين او السخانه كانت 40 وكانت مع التوريش. هذه تنظن كلشي تيمشي دوز على قبلها. واضح، لا باس نذكروا بها دائما. شكرا لك بروفيسور املي على كل هذه التوضيحات. الاسبوع الجاي ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الظاهره ولا تسقيس، ماشي الاطفال، نقولوا لي بري ادوليسون اللي بداو تيكبروا شي شويه ولاو تيضعفوا بزاف، تيبغيو يشبهوا الليل حديوي مثلا، ياك تيبغيو يكون عندهم لي تايم ان كان فاش يولي عندهم واحد الهوس، وبالتالي تيكون سوء في التغذيه. فغادي نبداو نهضروا على لانوريكسي عند الاطفال الصغار ان شاء الله. فتواصلوا معنا مشاهدينا، لكن كان تهمكم الامر رقمنا هو 0522 66 73 77، او صفحتنا الفيسبوك صباحيه دوزان بوان اوفيسيال. نوال العلوي لكم دائما في الاستماع. مشاو اللحظه عند هدى جنان، فقره النصائح اليوميه، بقوا معنا. إذا هنا هدى جنان ولفتينا من الأشياء البسيطة جدا تدير لنا أشياء رائعة، هذا هو الحل اليوم إن شاء الله، ياك؟ أكيد سميرة. فاليوم نقترح عليكم واحد الباقة من الورد، يعني هنا غادي نستعملوا الورد اللي هو اصطناعي. كنعرفوا بأن الورد الاصطناعي إلا ما كانش الثمن ديالو غالي جدا ما كيكونش زوين. صحيح. المنظر ديالو ما كيجيش زوين. كما كتشوفوا هنايا هادو الورد اللي كيكون الثمن رخيص، كله باين معود والألوان ديالو ماشي طبيعية. الألوان يمكننا نخدموا عليها ولكن لا كاليتي كتكون شويه ناقصه. فاليوم بهذا الورد هذا غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نديروا واحد ديكوراسيون، يمكننا نحطوهم اما في لي سال دو بان، في البيت ديال الاطفال اللي تيكون عندهم الحساسيه من الورد الطبيعي يمكننا نحطوهم ليه، او لا نحطوهم في المنزل فقط. فهنايا باش غادي نخدموا، غادي نخدموا هذا الورد كله كيمكننا نشدوه ونشتتوه، يعني غادي ناخذوهم وتيكون بحال باقات صغيورين، اييه، ونقطعوهم على هذا الشكل باش يمكننا نخدموا بهم. كذلك يمكننا نستعملوا الوراق ديالو على اين غادي نفصلوه اللي غادي نخدموا. على شنو يمكننا كذلك نستعملوا هذا البلاستيك اللي تيكون في لي تيش، كيمكننا نقطعوه بواحد الموس مقص حسن. لا غادي نقطعوا غير البلاستيك الفوقاني. غير الفوقاني داكوغ، لان هذاك الداخلاني خصو لابانس باش يمكن له يتقطع، سينو ما غاديش يكون بحال الحديد ياك. اكزاكتومون. دونك كما كتشوف هنايا غادي ناخذ غير هاد لاتيجات، دونك هادشي غادي نحيدوه. الوغ علاش كذلك غادي نحتاجو، غادي نحتاجو السلك ديال الضو اللي غيمكننا نقطعوه واحد 15 حتى 20 سنتيم، وغادي نخشيوهم هنا باش نخدمو بهم. دونك هما اللي غادي نخشيوهم. الوغ ملي يكون عندنا زايد هنايا يمكننا نمشيو نطويوه نعوجوه باش ما تبانناش هاد الزيت هذا. على اين نخدموا؟ اما بهادو اما نخدموا بلي بيغودي رائع، هما اللي علاش مزيانين اي سوماليار، يعني كيمكننا نتحكموا فيهم كما بغينا. علاش غنحتاجوا كذلك؟ باش تجبيني هدى دائما تجبي البديل وتتحافظي على الجيب ديال المشاهدين. وبطبيعه الحال لان كاين اللي غادي تجيه هذه الباكيه كيكون فيها واحد 16 بيغودي بشي 40 درهم، يقدر تجيه غاليه، يمكننا نديروا حاجه اخرى اللي هي دي متواجده. الوغ هنا غادي نحتاجوا لاكول اللي هي دي سخونه، نحتاجوا طاس اي سو طاس، تنعرفوا دائما كيتهرسوا لينا، دونك هادو الى شاتو ما نسيبوهمش. ما بغيناش لا طاس، بغينا نحافظوا عليها، ناخذوا غير لي كوبلي نخدموا بهم. دونك شنو غادي نديروا؟ غادي ناخذوا هنايا لاكول، غادي نمشيو نديروا لاباز. دونك هنايا غادي نحطوا واحد الورده كما قلنا اللي ديجا استعملناها، يعني فكيناها من هذا ديالها. ندير كذلك هنايا، ندير واحد التبسل، نمشي من تحت منها للسق ونعاود نزيد واحدة أخرى حتى أنا دائما باش نديرو كما قلنا لاباس. غادي نديرو كذلك لي بيتال، نديرهم في الجنيبات ديال لاغوز، نحطوهم. هذه كلها اشياء سهله يمكننا كذلك نعطيو الاطفال يخدموا بها، لان كما كنقولوا دائما ننميو ديك القدرات ديالهم والطاقه ديالهم باش يمكن لهم الابداع. الابداع. الوغ هنا غادي نمشي ندير واحد لاكول من تحت البيتال، وغادي نمشي هنايا كيلصقوا بواحد الطريقه سهله جدا. دونك غادي نقبضها ونخليها شويه حتى تلصق مزيان. هلا ومن بعد هنا كما كتشوفوا كيمكننا نعوجوه كما بغينا،
كان غادي ندير واحد لو موفمون وغادي ناخذ هنايا لا طاس اللي غنخدم بها. رائع. غادي نحط فيها لا كول ونشدها كذلك على هذا الشكل هذا، نخليها حتى كتيبس عليها نبقى قابطها شويه، نردوا البال لا كول كتكون سخونه، فما نقبطو زعما نحاولوا ما نقيسوش لا كول بالضفار ديالنا ولا بالصبع ديالنا. اذا كنا كما قلنا ما بغيناش نخدموا بهادو، غادي نحطوا لا كول غير شويه لان بحال شويه يذوب، غادي يذوب شي شويه ولا في ساعه غادي يبرد، ونحطوا عليه البيغودي اولا الاخرين باش غادي نصايبهم. دونك غنحطوا على هذا الشكل هذا. الوغ هنا غادي ناخذ هاد لي بيتال الاخرين، تيجي بحال الا خارج منه لي فلوغ بحال اللي عاطي تيكب في هذيك لا سوتاس. اكزاكتومون. جميل. نحطوا هذا هنايا في جولي فوالا. وكيمكننا نديروا باقات متعدده كما حنايا غادي نبغيو نصايبوهم. اوكي مازال نزيدوا حيده هنايا، تسمح لي باش يجي ان اكيليبر مزيان. نحيدوا هذا الداخلاني كما كتشوف، غير نفكوه عليك. انا غادي نوريو الباقات اللي يمكننا نحطو. دونك هنايا كما شفتو حنا دايرين غير الكوبلي هذا باش كيجي تيجي زوين. يمكننا كما شفتو نبدلو لهم لو موفمون هذا باش مزيان لا فورم لو موفمون نبدلوه. كنا نوقفوهم كذلك شي شويش. عندنا كذلك هذا الشكل هذا اللي غيجي بحال هكذا، كنا نحطوهم كوم دي سونتر دو طابل تيجيو زوينين. طلع نبيع لك هدى. فوالا تبارك الله عليك. شكرا. دائما تدخلينا الثقافه ديال الورود كانت طبيعيه او ارتيفيسيال. تنشكرك بزاف. نمشيو لحظه عند الاستاذ نبيل عياشي نتكلموا على موضوعنا لنهار اليوم فقره التغذيه. بقاو معنا. سي نبيل عياشي صباح الخير. صباح النور سميرة وصباح الخير المشاهدين. وعدنا المشاهدين الحلقة الفريطة يوم الاثنين الماضي. نعم. بحصة خاصة عن التغذية بالنسبة للناس اللي تيديروا الدياليز. نعم. فاش يمكن لك تختصر هذه النصائح اللي تقدم لهم؟ فهو في حقه صعيب باش نتحدث على الناس اللي تيديروا الدياليز، لان الدياليز هو واحد الفتره اللي تيعيشوا فيها الناس اللي تيتصابوا بالقصور الكلوي في المرحله النهائيه من القصور الكلوي واللي تيتعذبوا بزاف في حياتهم. واليوم يمكن ماشي غنهضروا غير باش نشوفوا الحميه ديال المصابين بدا الدياليز، ولكن هذه فرصه باش نوجهوا مجموعه الرسائل للمغاربه كلهم وكاع الناس اللي تيتفرجوا فينا العرب كلهم، لان هاد الناس هادو اللي تيديروا الدياليز خصهم واحد العنايه خاصه. لان ما نساوش بان الحصه ديال الدياليز هي حصه مكلفه، راه توصل حتى 10 مليون 13 مليون في السنه. هذه من جهه. من جهه اخرى ان لي كومبليكاسيون ديال لا دياليز، ان اللي تيكون خدام في لا دياليز حيت خدام في البريفي 703 فوا باغ سومين تيجريو عليه، اللي تيقرا ما تيبقاش قادر يقرا، الدري الصغير ما تيبقاش عنده لا كروسونس تولي غوتغدو كروسونس، المراه ما تتبقاش تولد، الراجل ما تيبقاش يولد، يعني مجموعه ديال المضاعفات عاد سوغ لو بلون استيتيك، لان تيديروا لا فيستول باش يديروا منها لا دياليز، ما تيقدروش يلبسوا السكوم، يعني مجموعه ديال المضاعفات اللي تيكونوا عايشين هذوك الناس عاد زيد الفرق باش انه خصو ضروري يمشي يدير الحصه ديال الدياليز. تخيل انا تنقول للمشاهدين باش يحسوا بالخطوره ديال الامر، يتخيل كل واحد فينا انه خصو ضروري ثلاثه المرات في الاسبوع يمشي لواحد المكان ويجلس في واحد البلاصه مع نفس الناس في نفس الوقت، يكون عنده العرس ديال ولد خالته ولا يكون عنده الاسبوع ديال بنت عمته، ما كاينش، خاصو يمشي يدير الحصه ديال الدياليز. يعني هذا المرض هذا تيسلب الحريه من كل انسان، كل شيء تيولي هو مقيد كيف ما قلتي، تيسلب الحريه. هذا هو المفهوم، يعني تيولي مقيد بهذيك لا ماشين ديال لا دياليز. يعني انا بغيت نبدا بنصيحه ان الناس، يعني تنشوفوا بان وزاره الصحه والمسؤولين كلهم مشاو في واحد الاتجاه ديال الزرع ديال الكلي، يعني زرع الاعضاء وخصوصا الى غير فرينال. هذه نصيحه انا تنوجدها للناس باش انهم يمشيو ويتسجلوا، والناس اللي عندهم عائلتهم ولا اللي ما عندهمش عائلتهم يعني يتسجلوا باش يعتقوا واحد الشخص، لان ما تنعتقوش غير شخص، راه بعض الاحيان تيق بيه سميرة تنعتقوا عائله. اكيد. تخيل انك عائله عندها طفل ديال 16 عام ولا 18 عام ولا 30 عام تيدير الدياليز، لا الاباء ولا الاخوه كلشي تيبقى مع ذاك الشخص. والعائله هي اللي محيطه بهذا الشخص المريض، هي اللي تقدر ترفع من المعنويات ديالو وتعاونه وتحضير التغذيه ديالو كذلك. لان تخيل معايا اختي سميرة ان المصاب بالدياليز، يعني نعطي غير مساله بسيطه جدا، المصاب بالدياليز راه خصو واخا تكون 40 درجه الحراره تقريبا هذا الماء ما خصوش يفوتو في النهار.
يعني نتخيلوا هذه المساله نفسيا كيفاش ان ما خصوش يفوت هذا النهار في الماء، ولكن في الماء فيها عصير قهوه السوائل كلها، السوائل كلها ما خصوش يفوتها. عاد بالنسبه للحميه، دونك الا بغينا نظهروا الحميه، حنا الا كنت عقلتي ملي كنا تحدثنا على التغذيه والقصور الكلوي قبل ما نوصلوا للدياليز، قلنا بان الهدف هو نبعدوا من لا دياليز. ملي تيوصل لا دياليز تنولي الهدف هدف اخر، لان سكيفي في لي غاماتو. دونك شنو تيولي لوبجيكتيف؟ هو اننا نبعدوا من لا دينوتريسيون، من نقص في التغذيه. وجميع الناس يعني نسبه تفوت، الدراسه اللي قمت بها انا شخصيا في المركز الشفائي ابن سينا ديال دياليز، واحد النسبه كبيره تفوت 60 حتى 70% ديال الناس كلهم تيعانيو من نقص في التغذيه. علاش؟ لان اولا الجانب النفسي، مباشره ما تيعرف راسو غيدوز للدياليز، ما عندوش الفلوس، ما عندوش لي موايان، الناس تيتكبسوا بلا دياليز، ما تيبقى تمشي له الشهيه. هذه النقطه الاولى. سي بلوس كو فاتيغون، لان لا دياليز انا يعني تنقول الناس يمشيو يطلعوا على دوك الناس اللي تيديروا الدياليز، يعني وخا نبقاو نهضروا حتى لبعد غدا في الصباح ما غاديش نقدروا نوصلوا. والناس اللي تيبغيو يتبرعوا، والناس اللي تيبغيو يديروا الخير ويديروا الحسنه يفكروا في هاد الناس. والله قسم. انا تنقول دائما الخير الواحد يمشي للسبيطار. شوف انا نقول لك واحد المساله ونتمنى انا ما تفهمش غلط. يعني الحمد لله المساجد موجوده في كل مكان، اللهم لك الحمد. يعني الناس حتى اللي باغي يبني شي مسجد، انا تنظن ان نعتقوا واحد العائله، واحد رب ديال الاسره نعتقوه من دياليز، ولا نعتقوا واحد الطفل من دياليز، اجرها كبير وكبير بزاف. الله سبحانه وتعالى. حتى اللي غيبني مسجد ربما يبني مسجد، ولكن في عظمه يدير تريه 10 المليون، يدير غير تريه ديال المليون، لان تندخلوا نصليوا ونخرجوا ماشي ضروري تكون تريه ساويه الثمن او الزربيه ساويه الثمن. لان كاين فلوس، كاين الناس اللي تيديروا دياليز، راه كاين الناس تيموتوا بانه ما قدرش يدير حصه دياليز. فيما يخص الجانب الغذائي، قلت بان الهدف هو نتفاداو المشكل ديال النقص في التغذيه. هذا النقص في التغذيه اللي تيكون ناتج اولا على فقدان الشهيه، ثانيا تيكون ناتج على الحصه ديال دياليز، لان ما نساوش ان حصه دياليز تدوز واحد 4 ولا 5 ساعات، تيخرج مهدود، تيمشي لدارو ما قادرش ياكل. ثالثا النقصان الفقدان الشهيه تيكون ناتج على ارتفاع ديال هذيك السموم الازوطيه، لان الناس المصابين بالدياليز يعني اعزكم الله انهم ما تيبقاوش يتبولوا، يعني 90% ما تيتبولوش، يعني وبالتالي فالسموم تتبقى في الجسم ديالهم. هذا ما خداماش، هذا تيزيد من الحده ديال فقدان الشهيه عندهم. فهذاك فقدان الشهيه تيؤدي الى مشكل ديال النقص في التغذيه، يعني سوء تولي دينوتري. وحتى الحميه ديالهم ما تتمكنهمش انهم ياكلوا كل شيء، وبالتالي غادي يكون عندهم نقص في شي مواد. اكيد. وهنا تنوصلوا، يعني كيف ما قلتي هضرنا قبل ما نوصلوا للدياليز، قلنا بان تنعطيو حميه ديال النقصان في البروتينات، ما تعطيوش بروتينات بزاف. العكس في الدياليز بالعكس، تنعطيو البروتينات، تنعطيو البروتينات بشكل كافي. علاش؟ لان لوبجيكتيف اللي كان عندنا من البروتينات ما بقاش، الكلاوي مشاو، وبالتالي تولي عندنا هدف اخر. وبالتالي هنا خاص المصاب بالناس اللي تيديروا الدياليز حتى يوصلوا للدياليز، اذا كان باقي ما وصلش للدياليز يبقى ناقص من البروتينات. اون فوا يبدا لا دياليز، هنا تيولي خصو يدير كميه كافيه من البروتينات في الغداء وفي العشاء. الدجاج، اللحم، حوت، ماشي مشكل. الاغلبيه ديال هاد الناس تيعانوا من المشكل ديال الارتفاع في نسبه الفوسفور، تيبقاو تيحكوا بزاف. هذا مساله طبيعيه، ولكن باش نعالجوا هذا المشكل اننا تنعطيهم ياخذوا يعني الاغذيه الغنيه بالكالسيوم اثناء الوجبه. يعني الناس اللي تيديروا الدياليز تسمعونا الان، الا تيعانوا من هذا المشكل ديال ارتفاع في الفوسفور، ياخذوا الكالسيوم باش ما يبقوش يحكوا بزاف وباش ما يكونش عندهم هذه الاعراض هذه. واخا فاش تيمشيو الكلاوي تنوصلوا للدياليز، نعم. واش نقدروا ناكلوا الملحه ولا لا؟ لا، لان تيعانيو من ارتفاع في الضغط الدموي كذلك. يعني تيكون عندهم كذلك مشكل ديال البوتاسيوم. والمشكل الكبير اللي تيكون عندهم هو السوائل، لان ملي تيمشي مثلا غيدير الحصه الاثنين وغيدير الاربع ولا حتى الخميس، هذيك الثلاث ايام ولا اربع ايام ما تيبول حتى شي حاجه، وبالتالي السوائل كلها تتجمع عنده في الجسم ديالو، تيقدر يرجع باربعه ولا خمسه ولا سته ولا حتى سبعه كيلو زايده، وبالتالي الحصه دياليز غدو صعيبه. فيعني كاين نصائح اللي هي تيوغيكما، ولكن بعض الاحيان صعيب باش نطبقوها. تنقول له يدير كلاصون فمو باش يجي العطاش، او يدير العظم ديال شي حاجه يبقى يمصو باش يحيد له العطاش. هذه كلها امور اللي تيوريكمون كاينه، ولكن سوغ لو بلون براتيك من خلال معاشره الى الناس صعيبه شي شويه. واخا شنو ياكلوا شنو ما ياكلوش في ليمو ديال في الدياليز؟ نعم، الوغ اللي يمكن لهم ياكلوا، انا قلت ياكلوا البروتينات، خاصهم ياكلوا البروتينات. داك الشيء اللي هضرنا عليه في انسوفيسونس غينال خاصو يبقى، لان البوتاسيوم راه ما تنساش بان بعض الاحيان تنفقدوا الناس ما بين جوج حصتين ديال الدياليز. تيمشي معروض غياكل بنانه ولا غياكل شي حاجه، الحصه ديال الدياليز نهار الخميس هو كلها نهار اثنين، نقدروا نفقدوه خلال هذيك الحصه ديال الدياليز. دونك اللي تنديروا هو ان كل ما هو ممنوع مسموح به في الساعه الاولى ديال الدياليز، ولكن حتى يتبروش المريض، حيت بعض الاحيان تيقدر ياكلها في الصباح وتيجي مثلا الضو ما كاينش ما غيستخدمش لا ماشين وتيطلع له البوتاسيوم، وبالتالي في الساعه الاولى ديال الدياليز يقدر ياكل كل ما هو ممنوع، حاجه واحده، شويه العدس ولا شويه اللوبيا ولا شويه البيصاره ولا بنانه ولا شي حاجه، ولكن حاجه واحده. علاش؟ لان باش تصفى من بعد.
اما خارج اوقات الدياليز خاصهم يردوا البال هذه المسائل، وخصوصا بالنسبه للماء. يعني الناس الاكثريه المصابين بالدياليز الماء ما خصهمش يفوتوا تقريبا يطروا لا راه ديال السوائل، وهذه كلها تنعرفوا بانها صعيبه. داك الشيء خصهم يبعدوا من الملحه، يبعدوا من الحلاوه باش ما يشربوش بزاف. وهنا تنبغي ناكد ان العائلات ديالهم والناس المحيطين بهم، وهذه يعني انا تنوجه طلب الناس المسؤولين يلقاو الحل هالناس باش على الاقل يلقاو الخدمه ديالهم، لان عيب وعار وحرام علينا حنا تنعيشوها ان الطفل الدنك ديالو انه عنده دياليز نخرجوه من المدرسه حيت المدرسه ما تتقبلوش حيت تغيب ثلاثه المرات في الاسبوع. يعني خاص الناس المسؤولين يلقاو حل لهاد الناس سواء الكبار او الصغار. وتنعاود نوجه نداء الناس اللي عندهم شويه فلوس، الله يجازيكم بخير، سيلوا عاونوا هاد الناس هادو فيما يخص الدياليز. 4000 حاله قصور كلوي جديده تسجل بالمغرب كل سنه في الرقم لا يستهان به. شكرا لك سي نبيل العياشي على كل هاد النصائح. نمشيو عند الشيف لهذه اللحظه باش نقدموا لكم وصفه اخرى من الوصفات اللي تيقترحها الشيف للناس اللي تيعانيو من القصور الكلوي. شيف الهادي معودنا دائما على الجرأة، ياك اليوم غادي نقدموا دجاج بلاناناس ماشي بحال اللي متعودين عليه، ياك نقدموه بلاناناس وبالمونغ. عجيب. اولا كنوريهم الاناناس بعدا اللي خصنا ناخذوه، خص يكون صغير بحال هذا الشكل هذا وتكون الريحه ديالو شويه زوينه تعطيه تكون عاتيه. اي لان الاناناس فاش تيتقطف يعني باش تنحيدوه راه تما تيزيد كيبقى يطيب. وان فوا تنشوفوا ديك الصفوريه هنايا راه طيب بزاف، طيب بزاف. وبحال هذا اللي عندي انايا باقي فيه الخيوط، يعني ما يصلحش باش يعني باش نطيبوه ولا ناكلوه سلطه، نخليه ونعطوه شويه ديال الوقت ديالو. اما المونغ خصنا دائما نحاولوا اللي كنلقاو فيه الريحه ديالو زوينه عاطي الريحه وتكون لا كولور بحال هذه. الا كانت بحال هذه باقي خضر، وهو ملي تتحيده تيوقف الطياب ديالو ماشي بحال الاناناس، ماشي بحال الاناناس. دونك غادي نديروا المونغ الاناناس والدجاج. شنو الدجاج؟ غادي نطيبوه غير في الماء بارد، نسلقوه في الماء بارد. واضح على الطريقة هذه. تندير معها شوية ديال البواغو، شوية ديال التومة، تندير معها واحد المورسو ديال الحامض، تندير معها شوية سكينجبير طري على الطريقة، نخليه بحال هذا الشكل هذا. وتندير معها شوية ديال الربيع سيتو، ما ندير معها لا ملحة لا والو، لأن هذا باش بغيناه يطيب. لأن فرق طريقه باش تنطيبوا الدجاج فاش تنقليوه اولا فاش كاين اللي كيطيبوه في الماء سخون، حنا هذا بغيناه باش يطيب، ما يجي الماء سخون يطيب حتى هو كيكون طايب. وبحال اللي تاكلي الصدر بحال اللي تاكلي الرجل، لان غادي ندير له طريقه ديال الببوش، لان بزاف الناس تيطيبوا الببوش حتى تيطيب الماء. انا من هذا المنبر هذا تنقول للناس كي تطيبوا الببوش طيبوه في الماء بارد. مسكين غادي لا نقول لك علاش، نقول لك علاش، لان ملي تيطيب بارد ما تيجي الماء سخون تيطيب هو تيطيب تيخرج الراس ديالو، يعني ساهل باش تجبديه وتاكليه. لا 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 ما متفقاش معاك نهائيا، كمل الدجاج ما متفقاش معاك. ديجا غادي نقتلوه مسكين نزيد نقتلوه ببطء. دونك غادي نقشر المونغ بحال هذا الشكل هذا، غادي نوري لهم غير الشكل باش يديروه بحال هذا. طريقه فنيه باش تقطع بطبيعة الحال، ندير بحال هكذا. دونك ملي كيوجد لهذا كيكون الدجاج ديالنا غادي يوجد، بحال غنديروا البسطيله تنفرتو بحال هذا الشكل. لحد الان ما درتيش الملحه وما غاديش دير الملحه، لان الناس ما بغيناهمش ياخذوا الملحه في الطبق هذا. دونك فاش تنفرتوه هكذا حنا غادي ندير زيتاب باغ ايتاب. دونك فاش كيدير كنخلوه يبرد كنرجعوا تنديروا المونغ ديالنا بحال هذا الشكل هذا. لاموندولين او اللي ما عندوش يدير غير بالموس بحال الطريقه هذه. هذه باش مزيان تخرجوا رقيقه، تخرجوا رقيقه، لان الا 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 سربينا شويه ديال الفلوس على الكوزينه ديالنا ما فيها باس. كما تنقول راه دائما بين الطبيب والكوزينه ذاك الخط ديال الباب، وشكون اللي مسؤول عليه هي الام. ياك علاش ما يكونش حتى الاب؟ الاب نحاول ما امكن نشجعوه يدخل شويه الكوزينه وداك الشيء. كنت ستعطينا العبره. دونك ها هو وجد، كيخص الاناناس تنحطوه في الماء باش تيتحيد منه كل شيء داك الشيء اللي فيه، تنخليه واحد جوج سوايع كما تنقولوا دائما. دونك فاش غادي يوجد الاناناس يوجد المونك تيبقى الدجاج ديالنا. نقدروا نستعملوا الاناناس اون بواط؟ ممكن؟ لا
نستعملوا واش نستعملوا هذا ساهل التقطاع ديالو. لا غير يعني الناس اللي ما لقاوش مثلا واش حاجه ممكن يعوضوه بالنسبه لهذا الطبق هذا؟ لا خاص فخي لان قبل ما ندير هذا الطبق استشرنا مع طبيب السي نبيل العياشي ومنهم السي نبيل العياشي حيت قلنا المعلبات ما مزيانينش واضح دونك تنديروا شويه ديال المايونيز غير البيض وشويه زيت العود نخلطوها غادي نخلطوها تما كيما دابيك تخلطي واحد شويه واحد شويه. انا غادي نصايب الطبق ديالي هنايا غادي ناخذ بحال هذا الشكل هذا شي لوحه بحال هكذا اولا تبصيل تناخذ هكذا طريقه دونك لا مايونيز قلتي من الاحسن نكونوا دايرينها في الدار تي باش نبعدوا المعلبات غير البيض والزيت سيتو يديروا ربعه البيضات واحد 100 مليلتر ديال الزيت ديروا بحال هذه الطريقه هذه بانت لي هاد الوصفه سهله الناس غادي يجربوها بطبيعه الحال دونك حنا وجدنا داك الشيء تناخذ الاناناس تنحطوه هنا نحط جوج تناخذ الدجاج تبارك الله عندك مع الكوزينه لا سهله ياك واش عرفتها خلط لا الطريقه باش تخلط فيه وفيه ياك الا مثلا كيقول لك ايوا تعرف طيب غير البيضه راه البيض راه فيه واحد اصعب حاجه طيبه اصعب وفيها واحد النوع ديال 95 نوع ديال الطيب ديال البيض ان شاء الله غادي نديروا منها غادي نديروا منها بزاف غادي ندير حلقه نزيدك واحد الحاجه اللي مهمه راه قبل ما تاخذي داك الدبلوم ديال التشافيت راه الا ما طيبتي لهمش واحد ثلاثه ولا بعض الانواع ديال سميتو ما تاخذوش دونك غادي نكمل هذا الدجاج هذا نحطوه هكذا اذا هذه اوكلاستك البارده شاف هذه بطبيعه الحال هذا بارده زوينه تنزيد عليها هاد الاناناس نحطهم هنا فيها الطبق الرئيسي وفيها الديسير بجوج الديسير بطبيعه الحال تبقوا هكذا تنزيدوا واحد شويه من هنايا باش نغطيه شحال ديال البستيله وخلاص الشغل ديال البستيلا ولكن البستيلا مودرن هادشي اللي عودتينا عليه الشيف الهادي نديرو هاد كاين بعض الناس اللي تيتفاجئوا من الوصفات ديالك انا تنقول لهم غير جربوهم وحنا زعمو كيما تتقولي لي حدي بالموضة زعما حتى الطبخ راه زعما الطبخ زعما ولكن خاص اللي يعرف ليها طبخ خاص اللي يعرف ليها تنخرجوها بحال هاد الشكل هذا تعطي خصو يبس شويه في الفريغو خاصنا نخليوها ترتاح ترتاح في الثلاجه واحد شويه بحال هكذا وتنخرجوها بحال هذا الشكل هذا تري تري بيان تنشدوها هكذا قطعي بالصحه والراحه يعطيك الصحه بسم الله غادي نقطعها رشدتها في راسها بطبيعه الحال يخليها في الفريغو واحد الساعه ولا ساعه ونص شي باغال انا باش ندوق انا غادي ندوق بغيت نعرف المذاق ديالهم كيفاش غيكون كامل وتوفيق ما تبقاش تشوف فيا بزاف بسم الله تري فري فاشو حتى هاد الدجاج هذا مثلا نقدو الا شاط لي شي حاجه نقدو هاد ساندويتش للدراري الصغار يديهم معاهم في المدرسه رائع سالي سكري ما تيحمقني بيك غدو سالي سكري بحال هكا تيعجبني بزاف والطبق رائع اي تري فري منعش بزاف منعش بزاف نعم اذا هذا يقدروا ياكلوا الناس ديال القصور الكلوي ولا اللي هذا الطبق ديالهم شكرا لك على هذه الهديه اللي هديتيهم الشيف الهادي نمشيو للحظه اللباس التقليدي مع ضيفه مميزه ضيفه ليلى حديوي في الفقره ديالها اذا ليلى عودتينا دائما تجيبي لنا مصممات ازياء او بالاحرى فنانات يعني متميزين في العالم الموضه التقليديه عندنا في الموضه ازياء التقليديه عندنا في المغرب اليوم جايبه لنا واحده من اشهرهن ياك يا سميره وكنرحبوا بها معنا سراديا هرموشي مرحبا بك معنا في صباحيه الدوزيام شحال هادي ما جيتي لعندنا هادي صافي اكزاكتومون اي دونك جات بالجديد ديالها دونك نقدم لكم باختصار على راديا هرموشي يعني شابه طموحه في عندها اسلوبها الخاص في عالم الموضه لو ستيليزم اللي درتي في الدراسات ديالك خلاك تمشي بعيد في لا كرياسيون ديالك دونك تتبقي ما بين لو كلاسيك اللي تنعرفوا يعني الخدمه المعلم اكسيتيرا وحاجات اخرين يعني تتخرجي من يعني الحاجه العاديه الطبيعيه دونك شنو هي لا كوليكسيون اللي غتقدمي للمشاهدين هذا الصباح اليوم جبت كوليكسيون بلدي مي كتبقى ديما كنحافظ على الاصاله ديال القفطان المغربي و اون ميم طون كنحاول
نبسطو شويه يعني ما يبقاش داك البلدي شارجي تيبيك 100% ما يكونش تنحاول فوالا ما يكونش ما بين اللبسات اللي قلت لكم ديكالي ديال راديه هرموشي يعني سا سي دو سا سي با دو كلاسيك يعني خص يفو اوزي باش دير نضم بلون وتو بلون لو جيلي بلون كيفاش جاتك الفكره باش دير بحال هذا لو ستيل هاد لو ستيل اللي كتشوف دابا يعني حاولت نخلط ما بين القفطان المغربي ونعطيه لمسه مودرن يعني البوليرو بحال دابا البوليرو درته بالفولو روز انديان اي الخدمه درتها بلديه اللي هي التعصاب شي حاجه اللي هي قديمه تقليديه ديالنا لا حتى حتى في اللبسه اللي لابسه انايا يعني كاينه شي خدمه ديال الزواق هذاك التعصاب يعني اللبسه اللي لابسه خصنا نشوفوها من بعد ليلى ان شاء الله مانيفيك شنو الثوب اللي مستعمله في هذا القفطان مثلا هذاك سي ان بروكار رقيق ماشي البروكار اللي كنعرفوا كاملين نازل فوالا اي امبريمي وفي درت له اون دوبلور يعني اون بياس ما كاينش ماشي اللبسه كاين ميم ان رابيل في المضمه بحال هذيك اللي في بحال لابونت اللي درت لتحت درت ان رابيل ديالها في وفي لو جيلي سوا كي درتي ديال الاحجار درت الاحجار درت ان رابيل ديال داك لو فيغ او اللي في لا سانتور اي لابونت التحتانيه اي بلوس دي كريستو من بس الوغ الافكار اللي كيجيوك الالهام يعني ديال راديه اولا انا عندي لا توش بيرسونيل ديالي يعني معروفه بلا سامبليسيتي ثاني حاجه على حسب الحاله اللي فيها انا يعني فوالا هذه دونك هذه مصوبه بساتان دوشيس نو هذه بالساتان دوشيس من التحت الفوقاني اورغانزا دو سوا بحال الستيل اللي لابسه ياك بحال الستيل اللي لابسه انت وي حاولت نبدل يعني الخدمه ما درتهاش بحال اللي لابسه انت ماشي نفس المضمه كنبقاو ديما في التعصاب لا ماشي نفس المضمه لا الوستان ديال الحجر ديال الحجر وي سي دي بيير ما نقولوش وي لا ما ديالهم ومخدومه كلها 100% صقلي والالوان اللي كتبغي تخدم بهم راديه هرموشي انا عندي اكثر اللي كنخدم بلي كولور باستيل بحال النيود بحال بلان كاسي جيم بوكو لو روج اوسي واخا سي با لو نوار نوار فوالا نوار كيعجبني النوار وي مزيان كنعقل على بروميير كوليكسيون ديالك كنت درتي فيها واحد فريمون ان تيم كله بلان درتي دي التام سيتي تاتوش تاتوش خدمته بطرز الغرزه اكزاكتومون بطرز الغرزه الوغ هضرنا على لوغوج قبيله ها هو كنشوفوه في هادي لبسه بساتان دوشيس روج متروزه بليد بيرلي تاهي بليد والبدعيه التحتانيه بلامي دو سوا روج خدمتها كلها بالسقلي هادي خليتها شويه خليتي تقليديه خليت داك اللمسه شويه تقليديه ولكن نوبيش غتكون سهله في اللباس يعني سهله في اللباس فيها دو بياس ما كاينش الكمام بزاف ما حتى الخدمه متروزه وداك الشيء سي فان في الظهر اكزاكتوم و 3 كار سي فري كو ما بقيناش كنبقيو تنبغيو عاوتاني داك الشيء اللباس يتقال دابا ولا مسائل نشوفوا ليلى اللبسه ديالك انت يا سميره واخا وتكلمنا عليها راديه باش ما مستعمله فيها هادي سي الكريب جورجيت اي التحتاني بالساتان ساتان دو سوا خدمتها كلها بالتعصب الزواقه اللي كنعرفوها كاملين قديمه في التقليدي فيها لي بيرل اي الاحجار و لا سانتور تاعي درت لها رابيل ديال التعصب بدلت الزواقه ديال السمطه و سا ريست دو كلاسيك شيك تري شيك تري تري سوبر حتى لا كولور اللي تري شيك انا جو تروف ليلى انت اللي لابساها كيفاش تحسي يعني سهله في اللباس اغريابل اللي ما سخوناش ما ثقيلاش خفيفه في مو لا كولور جادور نيود تري بيان تري بيان شكرا لك راه واتاتك بزاف ليلى واتاتك بزاف دونك نكملوا العرض ديالنا مع لالا راديا واو غزاله هادشي دونك قبيله هضرنا على اللون الاسود ها هو تيظهر في هاد اللبسه هادي دونك هنا تلقاو لو كوتي ديال راديا هرموشي لو كوتي جون لو كوتي خفيف يعني ماشي داكشي تشارجي بزاف درتي نقولوا في الكوتي جون هو في هاد لي زيبوليت هو حاولت عصري عصري فوالا حاولت نمشي شويه نخدم مع جان هذه المره شويه درت ساتان دوشيس نوار الخدمه معلم صقلي
وحاولت نعطي نمزج ما بين واخا درت قفطان جان مي دخلت الخدمه اللي هي ديال المعلم قديمه اللي كنا كنعرفوها سميتها المخ هي اللي درت في السانتور وفي في الكتاف داك دايما لو كوتي جان في الخدمه القديمه فوالا. وشنو هي الخدمه اللي تلقاو دائما عند رادي هرموشي؟ الخدمه اللي دائما تلقاوها يعني الخدمه المعلم. انا سمعت بزاف انا جادور الخدمه ديال المعلم القديمه يعني ما تلقانيش دابا الحاجه اللي كتخرج جديده في هذا الوقت ما غاديش نخدمها بزاف. بحال هادي حاولت ندير روب كافطان اللي حتى هي سامبل جان يعني اي واحد يقدر يلبسها فاسيل. هي جات بلوس غوب يعني غوب قفطان فوالا القفطان باش تكون غيبغي هاد لو ستيل هادو دوك لي زادوليسون اللي ما تيزعموش بزاف على القفطان. هي يا بوكو دابا انا جو ستان انا جو سيبل هاد الكاتيغوري انتخ 25 حتى 45 دي فوا يمكن المراه تكون جان واخا 45 عام ماشي زعما سي درتي ديجا عروض ازياء يعني كنتي في هذا ومن بعد مشيتي للمدرسه ديال واش يمكن هاد لو فات باش كنتي عارضه ازياء تعطيك افكار باش ديري شي لباسي اللي غادي يكونوا مريحين ولا وانا ما كنتش عارضه ازياء يعني ماشي يعني دخلت ديريكتومون ليكول دو مود فوالا وعاد اون باراليل ديك المانكينه مي كان ديما عندي لا توش ديالي يعني واخا كندير العروض ازياء وكنشوف بيان سور الناس شنو كيديروا واخا ما نديرش عروض ازياء مي ما كنتاثرش بالستيل ديالهم. لا ماشي على لو ستيل ديالهم انا قلت يعني كتبغي على حسب كل انت كيفاش يعني باش بغيتي تكوني عارضه ازياء ما كتبغيش داك الشيء ثقيل فوالا ما كنبغيش ثقيل فوالا سي بوغ يعني انا كنصوب لباسي بحال غنلبسهم انا فوالا جوستومون هادي خفيفه سامبل هادي دو شيك دانتيل دو كالي لا فينيسيون فين ما كاينش الخدمه ديال المعلم ثقيله شيك شيك غلامور وي التحتاني درتو طافطه دو سوا لا سانتور فين دي كريستو في الحقيقه قبيله فاش كنت كنختار لي توني كنت حيره بين هاد الحاجه وانا قلت جوج ميواتي ميرسي تبارك الله عليك الله يبارك فيك تنظيمه حلوه حلوه تخي تخي فين انا دخلت زواقه بنت تبارك الله عليك رجاء وشكرك على هذا العرض اللي قدمتي لمشاهدينا في الصباح وكنتمناك تورينا عاوتاني الجديد ديالك ان شاء الله ان شاء الله عالم الازياء التقليديه ان شاء الله. الاسبوع الجاي ان شاء الله ليلى حديوي غتاخذ لنا في غوبورتاج داز هادي واحد شهر تقريبا شهر سي فري كنت عوينات الصباحيه دازان فهاد التظاهره ديال الموضه غادي نشوفوها معك ان شاء الله يوم الاثنين ونهار الاربعاء تكون معنا مصممات ازياء اخرى من اختيارك. تنشكرك مره اخرى مروا اللحظه لفقره الجمال مع ليديا مولين خليكم معنا. ليديا مولين اليوم غتعالجي واحد الموضوع حساس جدا فوالا حساس بالنسبه للناس اللي كيكونوا واقفين وكيهضروا مع شي واحد اللي كتكون عنده داك الريحه الكريهه اللي كتسمى لا موفيز هالين وما كيقدرش يقول ليه راه عندك واحد الريحه ماشي هي هذه. مازال فاش كنكونوا غادي نعاشروا شي واحد اللي ما غير غنهضروا معاه ما كاين مشكل ولكن فاش كيكون شي واحد من العائله اللي حنا فريمون كنعاشروه دائما ما خصناش نحشموا حيت يمكن له يكون مشكل صحي دونك سنان وسي توجور ان رابور مع السنان دونك ليجين وبالنسبه دونك كاين الطبيب وسينو كاينين واحد اللي بحال اللي غنشوفوا اليوم وصفات طبيعيه اللي يمكن لكم تصاوبوهم وحتى بالنسبه للسوق موجودين دابا ادوات اللي يمكن لكم تستعملوا باش تنقيو سنان. وانا غادي نقول للناس غادي نشير لهم على واحد الحيله فاش باش يعرفوا بان عندهم الريحه كارهه فاش يكونوا ناعسين يشموا الغد في الصباح الخدادي ديالهم الا كانت الريحه فيهم مجهده راه عندهم ريحه كارهه عندهم هذا المشكل. راه حتى واحد ما قدر يقولها لكم ولكن راه كاينه ولا غير صوتي وراه غادي تسمعوا تشموا راسكم. الوغ غادي نبداو اولا غادي نحتاجوا اترو دو الماء ياك دونك هنا شنو غادي نديروا غادي نديروا ان بان دو بوش اللي هو طبيعي اللي يمكن لكم تشلوا به الفم ديالكم. الو حنا ما غاديش نديرو يترو باش يسخن لينا دغيا مي يمكن لكم ديروا يترو دونك حنا غادي نديرو اليوم غير نص يترو ديال الماء وغادي ناخذوا جوج قرنفل ما كاين احسن من لوسيون بحال هكا الفم دونك جوج حبات ديال القرنفل الو غادي نخليو يغلي انا بغيتو باش يغلي
دونك بيد ما ما يغلي الماء حنا غادي ندوزو لي سوليوشن اللي كاينين في السوق. الوغ حنا خصكم تعرفوا بان الرائحه اللي كتكون الاسباب ديالها هما لي باكتيري، دونك الجراثيم اللي كيكونوا موجودين في الفم. والجراثيم فين كيكونوا اكثر كاينين زعما موجودين مركزين اكثر على اللسان. دونك شنو غادي ناخذوا؟ كاينين لي غرات لونغ اللي هما موجودين في السوق، فهما بحال هكا كلكم تمشوا لا فارماسي غطلب ليهم باش كنحكوا اللسان ديالنا. الوغ كيكون معاهم دي جيل، كتاخذوا لو جيل سبيسيال لونغ وي من غير الدنتيفريس. كيكون ان جيل كتحطوا قطره اما على الشيتا اللي كتكون بحال هكا ديال لو غرات لونغ شيتا هنايا، اما قطره على اللسان ديالنا اي كنبداو نحكوه في واحد الشيتا صغيره شتي كنحكوا بارابور للشيتا ديالنا تطبع وكنحكوا بها غير هي شنو كنخشيوه من الداخل وكنجبدو على برا دونك حتى كنحيدو منه الجراثيم باش ما كيبقاوش جراثيم على اللسان ديالنا. تنشوف بان فيها لا كامومي فيها بزاف د الحوايج وفيها لي معقمات اللي تيعقموا كذلك. من بعد كاين هاد لي بتيت بروسيت انتردونتير اللي حنايا شنا هي انتردونتير بين السنان كيكون مجموعين الجراثيم واخا كاينين اللي ما كنشوفوا راسنا واخا كنحكوا سناننا كيبقاو دائما داخلين ما بين السنان. انا مثلا ما تيجيش الفيل دونتير ما تيجيب ديال الله بحال اللي ما حكيتش سناني في بلاص لو فيل دونتير كاين بحال هادو سي دي بروس اللي هي هنايا على حسب الكبوريه كاين اللي كيكون قوق اللي كيكون معايا على حسب الكبوريه اللي عنده ما بين السنان وعلى حسب الاتساع اللي كاين. دونك كندخلوها كنسدوها وكناخذوها هكا وكان واقفه وكندخلوها بسنه بسنه. هذه نورمالمون خصها دار ثلاثه د المرات في الاسابيع واخا كاين لي دونتيست اللي غايقول لك كل نهار ولكن هي شويه الي اغريسيف على لاجونسيف بارول دو دونتيست دونك مره في الاسبوع. انسويت عندنا لي فيل دونتير جوستومون دونك لي فيل دونتير كاين دابا بحال هكا دونك فيل دونتير اللي كيكون مجبد على اون تيت دوز دونك اش كنديرو كندخلوه كنعضو عليه كندخلوه كنعاودو هكا تنجبد هذاك الانسيان وكيكون عندهم حتى هذا لو بو هذا الراس هذا بوان جو ولا يمكن نخرجوا به. انسويت كيكونوا بحال هادو قريعات اللي كيكون فيهم الروح ميلونج ديال الروح كنجيو كنقطروا قطيره ولا جوج على اللسان فكيعطي واحد الريحه رائعه. انت توفيق امام قبيل عطاني واحد لي بتي باتي لكن ممكن يجيبهم لينا. فوالا الوغ هادو ما كاينينش هنا في المغرب صحيح تناخذوهم برا اكسيلون شكرا توفيق. دونك حتى هادو زوينين بزاف تيكونوا بحال هكذا تناخذوهم فوالا وكيدوبوا في اللسان كتحطوا على اللسان ديالك فوالا وفيهم لا مونت مجهده رائع فكيطلقوا الريحه. الوغ هنا غادي نشوفوا كانت غير سبه باش ناخذ لك وحده صافي خدينا الباكيه حنا اللي وصلنا هنا ما كنعرفوش نردو ها هو داغ الماء هو بدا كيغلي الوغ غادي نخليه كيغلي دونك من بعد غادي ناخذ درنا مجهده حره درنا دونك فاش كيغلي حتى كيغلي الماء كنديروا الوغ هنا درنا نص سيترو غادي نديروا جوج حبات ديال القرنفل غادي ناخذوا جوج ديال لي غوندال ديال الحامض ياك ومن بعد غادي نديروا جوج ديال المعالق الصغار ديال القرفه وكنخليوهم كيغليو في الماء خمسه ديال الدقائق دونك من بعد كنصفيوهم حيت ما عندناش الوقت باش نتسناو حتى يغلي حيت خمسه دقائق ديجا فاتنا حنايا وفاش غادي يغلي خمسه دقائق غادي تدفيو وغادي تصفيوه ها هو دونك هذا نديرو بحال بان دو بوش ان بان دو بوش فوالا كتشلو به فمكم في الصباح ولا في الليل دونك جوج المرات في النهار كتشلو به دونك ونكركاري جوج ديال الدقائق في الفم ديالنا ومن بعد كنعاودو نلوحوه نعطيوه لتوفيق المقايضة تعرفي المقايضة ولكن هادي ديرها في جيبك تايا شكرا لك وشكرا لليليا منين على النصيحة اليوم نمروا اللحظة اللي فقط نجوم ونجوم على ليلى الشوي وضيف ليلى شوي سميتو سفيان حاس غادي نتعرفوا عليه اكثر ونقربوا من الجمهور ديال صباحيه الدزامه. اكيد سميره حاضر معنا اليوم ان شاء الله في فقره نجوم ونجوم سفيان نحاس او سفيان المحمدي مرحبا بك معنا في صباحيه الدزامه. شكرا على الاستضافه وصباح الخير على كاع المغاربه في ارض الوطن وفي خارج الوطن. مرحبا بك. الكل كيعرفك انك كنت عضو في اول فرقه شبابيه في عالم الفن العربي مجموعه نحاس اللي انطلقت سنه 2003 وحققت شهره كبيره في المغرب وخارج المغرب من خلال السهرات والمهرجانات اللي كنتوا كتعملوا. انت خرجتي اول البوم ديالك سنه 2010 جمهور عرفك من خلال سينجل حياتي معك واغنيه قلي قليبي مره اللي كانت مرشحه لورد ميوزيك اوورد سنه 2013. فاولا كنقول لك مرحبا بك. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. فين هذا الغبور هذا؟ فين كنتي غايب؟ فين كنتي موجود؟ غايب ما غايبش بزاف غايب على الاضواء وعلى الاعلام.
ايوا راك عارفه انا غايب، راك كنوجد شي حاجه و يعني انا كنت عندي اول تجربه ديالي، كنت مع في الاول كنت مع لو جروب، ودابا جي ديسيدي باش ندير اون كارير سولو. دونك هذاك التحول خصو شويه ديال الوقت باش ملي تخرج الناس تخرج لهم بصوره اللي مزيانه، وماشي غير باش زعما تسمى راك كاين. وي انت الاصل ديالك من مدينه الرباط ولا؟ لا انا اصل ديالي من مزار. انا امازيغي. مزار كندر ولا مزار ديال اللي حدا اكادير؟ لا مزار ديال الاطلس. ديال الاطلس. ديال الاطلس. عجيب. ولكن تزاديت في الرباط. لازيز في الرباط. انت كتلحن الموسيقى ديالك؟ علاش وقيلا داكشي علاش كتدخل اللون الامازيغي بعض المرات في الاغاني ديالك؟ دونك داكشي علاش. شنو الاغاني اللي كنتي مولع بها في الصغر؟ كنتي كتسمع بزاف؟ كنت كنسمع كلشي. انا الحاجه زعما اللي كانت عندي ما كانتش يعني ان ستيل بريفيري، كنت كنسمع كاع الاغاني سورتو لي سونتيمونتال، ولكن في العربي في الغربي وفي الراي في كلشي. يعني كنت مايل شويه سنتيمونتال كثر. مؤخرا يعني سمعناك مجموعه ديال الاذاعات الوطنيه، وكذلك حضرتي مجموعه ديال اللقاءات الاذاعات التلفزيونيه، اغنيه جديده على الحب الاول تحت عنوان ما يتنسى، ياك ولا لا؟ فكلمنا على هذه الاغنيه هذه، كيفاش جات؟ واش بصح على الحب الاول ديالك ولا جات هكا كفكره؟ سؤال خطير هذا. حسوا الزياره. يا هذيك دايزه. هما كانوا عندي بزاف ديال الاغاني، ولكن هي هاد لا شونسون هادي علاش اختاريتها؟ لان اول شونسون ديالي كسولو، دونك بغيت ما يتنسى باش تكون اول اغنيه ما تنساش للناس، دونك خديتها كوم ان كونسيبت وخدمت عليها وقدمتها للناس، جيسبيغ تكون عجبت الناس. عملتي لها فيديو كليب؟ لا ما درتلاش فيديو كليب. وي هاد الاغنيه كما قلت لك كانت بحال جس نبض الناس باش نعرف الماده ديال التقبل ديالهم ليا كسولو. دونك الحمد لله تلقات تجاوب، وان شاء الله لي شونسون الاخرين غيكون لهم. غادي نسمعوا الصوت ليلى. صح انا كنهضر دابا الصوت، دابا خصنا نسمعوه دابا. ونيت سفيان جا هو لانه يغني اكثر ما انه يهضر، غير حنا سمح لينا كنبغيو نعرفوا اكثر عليك، بغينا نسمعوا شي حاجه من عندك. واخا ندير واحد الميدلي ديال دي شونسون اللي ديجا كيدوزو دازو في راديو دوزيام وكيعرفوهم الناس. ندير واحد الميدلي غير تبلع فيك الميكرو اللي عندك. واخا يا بنت الجار رالي بال احتار وخلاني مجني، زينك ابد العقل طيار النوم من عيني، شحال من ليالي اراني تلف ما ندري، كيف نجي وكيف نقول راكي ملكة قلبي، زينت لبنت مغربية قلبي بغاها ليا، سمرة اللون وشعبية زين وتبت هدية، شمالية جنوبية شرقية وغربية، بنت بلادي هدي هي زينة ومغربية، مغربية بنت بلادي شعبي علي النادي، مغربي يا بنت بلادي بغيتها لي يا ام ولادي، قلي قلبي مره وراك باغي نبره، كل مره تجيب لي جمره تكوين مره لمره، قتلو يا قلبي مالك ما الحب دي مالك، انت ما تديرنيش بالك وانا غير العبد ديالك، العشق الاول عمرو ما يتنسى واخا العقل ينسى، القلب مازال العشق الاول عمرو ما يتنسى واخا العقل ينسى، خياله في البال زينها كان يبال، ما يتنسى ضرو حتى العقل، ما يتنسى ما يتنسى. ما يتنسى. برافو. واو. هادشي غير الصباح سفيان، هادشي غير الصباح. صافي بليزير تسمع اغاني مغربيه بحال هكا، غيتمي وكلمات زوينه وصوت رائع. بارفي تبارك الله عليك. كاين ان شاء الله كان جديد خاصك جاي نطلع علينا في صباحيه دوزام ان شاء الله. قبل ما نعرف اللون الغنائي اللي متجه ليه، انا عرفت بانك كنت مع المجموعه ديال النحاس في مسارها الفني، يعني تعرفات كذلك باختلاف الالوان الغنائيه اللي كانت كتقدم. كانت كتغني التراثي الشبابي، كانت كتغني بزاف ديال الالوان. واش هذا اللون هو اللي بقيتي غادي عليه انت،
ولا اختاريتي مسار ديالك بوحدك يعني دابا؟ لا كما قلتي كان لو جروب كل واحد في لي مونغ كان عنده ان ستيل، كاين كيغني الغربي كاين اللي كيغني لو راب وكاين السول، وانا كنت كاع داكشي العربي راي مغربي ومغاربي. وانا دابا فاش درت لاكارير ديالي سولو غادي اتجهت للستيل ديالي اللي هو راي مغاربي ايتو، هو اللي كنديفلوبي فيه باش ندير شي حاجه يعني ابار داكشي اللي تميزك على الناس. الحلم ديال سفيان نحاس؟ الحلم ديالي الاول هو يعني الاغنيه المغربيه توصل للعالميه، ونوصل بلو ستيل ديالي نعرف الاغنيه المغربيه للعالم، لان لو ستيل على حسب يعني الفيدباك اللي عندي مع الناس، كاين الناس ديال لوروب ديال امريكا كيسمعوا كيعجبهم يعني كيقدروا يستوعبوه، لان ميلونج ديال الغربي دي بوب روح مغربيه ضروري هذاك الشيء راه فينا. التوفيق لك ان شاء الله. انا عارفك بانك موجد شي مقطع اخر غادي هو اللي نختبوا منه ان شاء الله هي هذا الصباح هذا ان شاء الله. قبل من ذلك غادي نشكر كل من ساهم في تحضير حلقه اليوم صباحيه دوزام، نضرب لكم موعد غدا ان شاء الله اللي غادي تحضر فيه خديجه الروكانيه غتكلم لنا على تبرع بالاعضاء، الدكتوره ليلى بشرى كذلك غادي نتحدثوا معها على القصور الكلوي لكن من جهه صحية. الكل والمزيد صباحية دزام، نهاركم مبروك. تفضل سي سفيان. واخا غادي نغني واحد لا شونسون اللي داز في دزام وعجبات الناس، هي حياتي معاك. حياتي معاك انا جنة وانت اللي كنت نتمنى، حياتي معاك انا جنة وانت اللي كنت نتمنى، خوفي عليك وغيرتي عليك عندها غير معنى، وانا كان بغيك كان بغيك انا كان بغيك، ونغير من روحي عليك كان بغيك انا كان بغيك، ونغير من روحي عليك نرتاح غير نشوف عينيك، انا كان بغيك هواي واي واي هواي واي واي هواي واي واي وعليك نموت انا، هواي واي واي هواي واي واي هواي واي واي وانت عمري انا، هواي واي واي هواي واي واي هواي واي واي واي